نحو ساعة أو ربما أكثر يستغرقها أهالي الموصل للعبور بين جانبي المدينة في ساعات الذروة، معاناة كبيرة يواجهها السكان خلال تنقلهم بعد أن تقطعت أوصال المدينة خلال الحرب، لتبقى آثار الدمار والخراب شاخصة على هياكل 4 جسور من أصل 5. الجسور في الموصل، وما أدراك ما الجسور؟ جسور الموصل يعني حلولة ترقيعية، والمشكلة اللي تحدث الساعة يعني اختناقات مرورية رهيبة. الناس يعني إذا تطلع بالدوام، إذا تصل من الساحة الأيمن إلى الأيسر يعني في ربع ساعة أو 20 دقيقة أو 25 دقيقة، هسه تصل بساعة ساعة ساعة ونص إلى ساعتين. كما الموصل القديمة وسائر أحياء ومناطق نينوى، دفعت جسور المدينة الخمسة حصتها من ضريبة الحرب، وأهملت بعدها لفترة ليست بالقصيرة، ليتفاجأ السكان بحلول ترقيعية وجسور تخرج عن الخدمة بين الحين والآخر. بالنسبة للجسور، احنا حاليا على الجسر القديم، الجسر القديم ما شاء الله شغله مضبوط ومرتب، صحيح هو سايدين يعني كان سايد، لكن روحة جاية مضبوطة، لكن عندنا الجسر الخامس لا شيء، عندنا الجسر المعلق اللي كان أول ما تحررنا يعني أذنى مطر أذنى شيء يخرج عن العمل، عندنا الجسر الرابع جيد جدا لكن بالروحة والجاية فرد مرة المسافة قصيرة، هي هيدا السبب الازدحام. الحرية، جسر الحرية مثل ما أقول ولا اعتبارا جسر، يعني حطام، عبارة عن حطام، نرجو من المسؤولين يعني أن يشتغلون مثل ما اشتغلوا بجسر العتيق. تقاعس الحكومة عن إعادة وتأهيل البنى التحتية في الموصل ومنها الجسور سبب إحباطا كبيرا لأهالي المدينة الذين طالما تطلعوا لجهود إعمار تمحو من مدينتهم صور الدمار التي تجسدها جسور الموصل. 1 من أصل 5 جسور هو كل ما تمكنت الحكومة من إعادته على شكله السابق بعد عام من التحرير، فيا ترى متى ستعاد باقي الجسور؟ سؤال ستجيب عنه الأيام أو الشهور أو السنين القادمة. من الموصل، محمد سالم، قناة الفلوجة.